إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش. أمطار الخير تتهاطل الآن بالمدينة، اللهم صيبا نافعا، نشوفوا الخيرات بطبيعة الحال، لأن قطرات مطرية. أمطار الخير تتهاطل الآن على منطقة حوض اللوكوس، لأن كيعامل الجو عندكم بطبيعة الحال، المتبيل أوفيا كيعامل كيداير الجو عندكم في المدن ديالكم. أمطار الخير قطرات مطرية الآن مهمة تشهدها منطقة حوض اللوكوس، اللهم صيبا نافعا أكيد. شوفوا الخيرات والتساقطات المطرية المهمة اللي كتشهدها الآن مجموعة ديال المناطق المغربية. أمطار الخير تتهاطل الآن بالمدينة، اللهم صيبا نافعا أكيد. متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، اللهم صيبا نافعا أكيد. نطلب الله أن يرحمنا بالقطرات الغيث والقطرات المطرية المهمة اللي كتشهدها الآن منطقة حوض اللوكوس. الله يرحمنا والله يعطينا على خاطر.